شكرا. الحشد الضخم الذي اجتمع في لجنة خدمات مخيم حطين في لواء رصيفة قالوا بأن أبناء المخيمات بجميع أطيافهم ومؤسساتهم ووجهائهم يعاهدون الله عز وجل، ثم يعاهدون جلالة الملك على أن يكونوا جنوده الأوفياء المخلصين، وأن يحافظوا على وحدة الصف الأردني ولحمته وتماسكه في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والوقوف جنبا إلى جنب في وجه المتربصين بأمن الوطن واستقراره. نعم، نقولها من القلب ونرسلها لملك القلوب رسالة مدوية كما قالها سيدي ومولاي صاحب الجلالة: أنا وشعبي كله معي. نحن يا مولاي من هذه الفاعليات الشعبية، من أبنائك في المخيمات، من أبناء اللاجئين والنازحين الذين قدموا على هذا الوطن فبنوا فيه وشاركوا فيه، ولكن بقيت فلسطين في دمائهم وعروقهم. من هذا الشعب الذي يقول: نحن فلسطينيو الدماء وأردنيو الانتماء وهاشميو الولاء، نقول لك يا مولاي: نحن معك في كل خطوة تخطوها. نعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، نقولها وكلنا معك يا مولاي. إحنا حبينا اليوم نوصل رسالة لجلالة سيدنا إنه أهلك في المخيمات مثل أهلك في الريف والبوادي والمدن، هو كله معك وخلفك ومعك في اللقاءات الثلاثة، كلا للوطن البديل، كلا للتوطين، كلا للمساس بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وكلا للمساس بالوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. لا للوطن البديل، لا للمساس بالقدس، وإحنا بنقول إنه نعم للوصايا الهاشمية، مش رايحين نرضى إلا بالوصايا الهاشمية على المقدسات. فإحنا أطلقنا هاي المبادرة من داخل المخيمات الـ13 من أجل التأييد والتأكيد لجلالة الملك، ونكون خلف قيادة الهاشمية بهذا الخصوص، ونكون إحنا مع الموقف المشرف اللي أطلقوا جلالة الملك اللي يسجل بماء الذهب. سر يا سيدي ونحن معك، الوصايا لن تكون إلا هاشمية، والقدس لن تكون إلا عربية. ميثاق المخيمات وعهدهم صاحب الجلالة الهاشمية: إن أبناء المخيمات بجميع أطيافهم ومؤسساتهم ووجهائهم يعاهدون الله ثم يعاهدون جلالتكم على أن يكونوا جنودك الأوفياء المخلصين، وأن يحافظوا على وحدة الصف الأردني ولحمته وتماسكه في الحفاظ على الثوابت الوطنية، والوقوف جنباً إلى جنب في وجه المتربصين بأمن الوطن واستقراره. جئنا من كافة المخيمات الفلسطينية المتواجدة على الأرض الأردنية وهي 13، وكلنا دعم لمواقف سيدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني من أجل مواقفه الشريفة النبيلة المخلصة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وكلنا خلف القيادة الهاشمية، كل المخيمات وكل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج مع سيدنا صاحب الجلالة الهاشمية، لأنه مواقفه شريفة نبيلة مخلصة تجاه وطننا فلسطين. أبناء المخيمات من هنا، من مخيم حطين، مخيم الكرامة والشموخ والعزة، بأننا نرفض التوطين والوطن البديل، ولا بديل عن القدس أبداً عاصمة لدولة فلسطين، مؤكدين التفافنا ووقوفنا خلف قائدنا في
في الدفاع عن حقنا المشروع ومقدساتنا، وسنبقى الجند الأوفياء لعرشه السامي. وأكد أبناء المخيمات بأن القدس والمقدسات ليست للمساومة، فهي خط أحمر عند الهاشميين وتعتبر إرثهم التاريخي والشرعي والقومي، فسر بنا يا جلالة الملك وإنا خلفك سائرون. للحقيقة الدولية من مخيم حطين، موسى العوضات.